السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بيتزا بشاورمة الفراخ. تابعوني لنهاية الفيديو عشان نشوف وصفة النهاردة مع بعض. اول حاجة هنجهزها النهاردة هي العجينة بتاعت البيتزا. معايا النهاردة 2 كوباية من المية الدافية، هحط عليهم 2 كبار من السكر، 2 كبار من الخميرة الفورية. هي الكمية دي انا عاملاها عشان تكفي 2 كبار. هحط 2 ملاعق ملح صغيرة، كمان معايا 2 كبار من اللبن البودرة. اللبن بيدي العجينة نكهة وغنى، كمان بيديها لون ذهبي حلو، بيخلي العجينة تحمر معايا. واخر حاجة في المكونات السائلة 1/2 كوباية من الزيت النباتي. هقلب كويس، ادوب السكر والملح والخميرة، وبعدين هنزل بالدقيق. النهاردة حطيت 5 كوبايات من الدقيق الكبار، هاخد نصهم وابتدي اقلب شوية، ادوبهم مع السوائل بتاعتي بالمعلقة كده، هقلب او بالسباتولا، وبعد كده هنزل ببقية كمية الدقيق وهقلب شوية بالسباتولا. الم العجينة مع بعض قبل ما اشتغل فيها وعجنها. زي ما قلت لكم العجينة دي انا عاملاها كمية تكفي 2 كبار. لو انت حابة تعملي صينية واحدة يبقى هتقسمي المكونات بتاعتك دي على 2، هتعملي نص المكونات. ودلوقتي هبتدي بقى اخد العجينة على السطح بتاعي وابتدي المها على بعض وعجنها كويس. لما المقادير بتاعتي بتكون مظبوطة بتلاقي العجينة لمت معاكي مبتلزقش. لو حسيتي انها طرية في ايدك شوية يبقى هديها رشة دقيق زي ما عملت كده قدامكم، رشة خفيفة من الدقيق، وابتدي اشتغل عليها تاني. العجينة سهلة وبتلم معايا بكل سهولة زي ما احنا شايفين، وده لان مقاديرها مظبوطة زي ما قلت لكم. ما بتاخدش عجن كتير، 3 4 دقايق بس. عجينة البيتزا زي عجينة العيش ما بتحتاجش العجن كتير. ودلوقتي بعد ما لمتها على بعضها هاخدها في البولة واحطها واغطيها طبعا، وهسيبها في المطبخ ترتاح لمدة 45 دقيقة. دلوقتي بقى هبتدي اجهز الصلصة بتاعتنا النهاردة، وعلى طول هشتغل على البوتاجاز. هاخد الحلة واحط فيها 2 كبار من الزيت النباتي، واحط عليهم فص ثوم مبشور، هقلبه تقليبة خفيفة بس يصفر. وبعد كده هاخد 2 كبار من معجون الصلصة الجاهزة، وهزودهم 1/2 كوباية مية. والتوابل بتاعتي النهاردة ملح فلفل وزعتر مطحون، 1/2 معلقة من كل حاجة. الزعتر من الحاجات اللي بتدي نكهة مميزة للصلصة بتاعت البيتزا. هقلب تاخد غلوة بس، وبعد كده تاخد القوام بتاعها اللي احنا عارفينه كده. تمام جاهزت. هبتدي بقى اجهز في الفراخ بتاعتي اللي عاملها شاورما. معايا النهاردة 4 معالق من الزيت النباتي الكبار، بحطهم في طاسة وبنزل عليهم بفصين كبار من الثوم المبشور، بقلبهم لغاية لما يصفروا. وبعد كده بجيب الفراخ. النهاردة انا جبت تقريبا 600 جرام من الفراخ صدور، بغسلها كويس وبقطعها تقطيعة الشاورما شرايح رفيعة زي ما احنا شايفين كده. بنزل بيها على طول الطاسة، لازم تكون الطاسة سخنة جدا والنار بتاعتي عالية عشان المسام بتاعت الفراخ تقفل على طول اول ما انزل بيها، ما تنزلش العصارة بتاعتها تستوي من بره وتفضل من جوه طرية. ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق بتقليب كده في الطاسة بتاعتي زي ما احنا شايفين. العصارة بتاعتها لما تخلص هبتدي انزل بالتوابل بتاعتي
نص معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسود بس مش اكتر، واقلب لغاية لما تاخد لون اصفر شوية الفراخ، وكده بتبقى الشاورما بتاعتي جاهزة. ما بحتاجش توابل تانية طبعا لان لسه في الصلصة والخضار في البيتزا بتاعتي، فهي كده الشاورما بتاعتي بتبقى تمام كاملة. خلاص قلبت لما العصارة بتاعتها نشفت تماما وخدت لون اصفر تبقى جهزت معايا. ودلوقتي هرجع للعجينة بعد ما ارتاحت ساعة الا ربع. العجينة حجمها اتضاعف، بختبرها كده خمرت خلاص وهشة حلوة، يبقى جاهزة ان انا اشتغل عليها. هاخد رشة دقيق وابتدي الم العجينة كده على بعضها تاني، اخرج الهواء اللي فيها عشان اعرف اشتغل عليها. بعد كده هقسمها اتنين عشان احنا هنعمل صينيتين النهاردة، هاخد نص اخليه على جنب دلوقتي والنص التاني ابتدي اشتغل عليه افرده. هفردها طبعا للدايرة بحجم الصينية اللي انا هحطها فيها. العجينة بتتفرد معايا بكل بساطة زي ما قلت لكم قبل كده، لو العجينة بتاعتي وانا بفردها لقيتها بتلم ده معناه ان هي مرتاحتش كفاية، يبقى هسيبها تاني في البولة واغطيها واسيبها في مكان تدفى 10 دقايق او ربع ساعة كمان لغاية لما تخمر كويس. دلوقتي الصينية بتاعتي اهي اللي هدخل فيها هعمل فيها البيتزا بتاعتي، هبتدي افرد فيها العجينة واتأكد انها مفيش فراغات في الصينية، خلاص فردتها مظبوطة في الصينية وارتفاعها 1. هبتدي بقى اشتغل عليها. دي المكونات بتاعتي النهاردة اللي هضيفها للبيتزا: خضار، فلفل الوان، زيتون وفلفل حامي حسب الرغبة، وطماطم وبصل، والصلصة بتاعتي اللي انا مجهزاها. هاخد اول حاجة معلقتين من الصلصة افردهم على العجينة، افردهم بالفرشة بالشكل ده، وبعد كده هجيب نص كمية الفراخ للصينية الأولانية، ابتدي افردها بالشكل دوت، اوزعها على الصينية، وبعد كده هجيب بقى الخضار بتاعي وابتدي انزل بيه حاجة حاجة. اول حاجة الزيتون، ده زيتون اخضر مخلي، ممكن طبعا تستبدليه بالاسود لو انتي حابة مفيش مشكلة. هبتدي اوزعه، وبعد كده هجيب بصل متقطع صغير قوي هبتدي اوزعه برضو، بعد كده ده فلفل حامي اخضر. طبعا الصينية التانية انا عاملاها من غير الفلفل الحامي عشان الولاد الصغيرين، ودي طبعا حسب الرغبة. بعد كده هجيب الفلفل الالوان الاصفر والاحمر ابتدي اوزعه على الصينية. وبعد كده الطماطم بتاعتي برضو هوزعها. وبعد ما خلصت الفراخ والخضار هبتدي اجيب الجبنة الموتزاريلا بتاعتي وارشها على وش الصينية، اغطي بيها الصينية بتاعتي. ممكن طبعا تستخدمي بدل الموتزاريلا لو انتي عندك جبنة رومي، جبنة تشيدر، اي نوع جبنة بيدخل الفرن وبيسخن بيسيح وبيبقى حلو جدا مع البيتزا. ممكن كمان تعملي ميكس من الاجبان اللي عندك كلها. دلوقتي الصينية بتاعتي جاهزة تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة. وده شكل الصينية بتاعتي بعد ما استوت. زي ما قلت لكم قعدت 25 دقيقة في الفرن، اول ربع ساعة بشغل عليها من تحت بس وبلفها كل 5 دقايق، واخر 10 دقايق بشغل عليها من فوق كمان عشان الوش يحمر والجبنة بتاعتي تسيح بالشكل ده. شكلها حلو وطعمها لذيذ وريحتها تحفة والسوا بتاعها مظبوط، الوقت بتاعها ده كفاية جدا. بس ما تنسيش لازم تدخليها على فرن يكون سخن ودرجة حرارة هي اللي هنخبز فيها زي ما متعودين مع كل المخبوزات. هطلع شريحة اوريها لكم، ارتفاعها حلو وشكلها حلو. الحقيقة انها عجينة البيتزا دي ناجحة جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي. والف هنا وشفا ليكم ولحبايبكم.